بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. الليلة من هذه البقعة الجميلة مدينة كسلة، تحديدا جبل مكرام، نستضيف داعية إسلامي شغل الساحة، وهو واحد من الناس المشغولين يعني في البحث الإسلامي، ولكن نحن الليلة عندنا له بعض الأسئلة الساخنة، ونتمنى أنه يوسع صدره ويتعامل معنا يعني زي ما يقولوا كده بهدوء ومن غير انفعال. أستاذ شهاب الدين عوض، مش كده؟ نعم، أستاذ شهاب الدين عوض، أنت معروف كشيخ داعية إسلامي، ولكن عندنا لك بعض المآخذ اللي هي أنك أنت بتهاجم الصوفية، والصوفية ارتبط دخول الإسلام في السودان بطرق الصوفية، فكيف تنكر حقيقة زي دي وحقيقة واضحة؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بحوار الأستاذ حامد، ونرجو إن شاء الله تكون منه الفائدة، نظر الله سبحانه وتعالى يجعلنا هداة مهديين. أنا أجاب له من كتب الصوفية، ودي مسألة انتشرت بين كثير من المسلمين أو خاصة عندنا في السودان، إن الصوفية دخلوا الإسلام في السودان. الكلام ده يعني يبطل ما جاء في كتاب طبقات وضيف الله، وهو من الكتب المعتبرة في السودان. هذا الكتاب طبع في دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، وطبعته أيضا هذه الطبعة اللي عندي الدار السودانية للكتب، ويدرس الآن في جامعة الخرطوم، وتبنته جامعة الخرطوم في مؤتمر كبير جدا في قاعة الشارقة جوار الجامعة. طيب معلش، يعني أنا هأختصر في الكلام شديد لأنه الزمن ما يسعنا. التصوف دخل السودان كما جاء في مقدمة كتاب وضيف الله في أوائل النصف الثاني من القرن العاشر، الكلام ده صفحة 8. قال ولي الملك عمارة أبو سكيكين الشيخ عجيب المنجلوب، ففي أول ملكه قدم الشيخ إبراهيم البولاد من مصر إلى دار الشايقية، ودرس فيها خليلا والرسالة، وانتشر علم الفقه في الجزيرة. ثم بعد يسير قدم الشيخ تاج الدين البخاري من بغداد، وأدخل طريق الصوفية في دار الفونج، وهذا الكلام كان فيما بعد سنة 950 هجري. فده اعتراف من كتاب طبقات وضيف الله إنه الصوفية دخلت السودان بعد أو في خلال النصف الثاني من القرن العاشر الهجري. سؤال ثاني، اصلا انا ما لاقاني سلفي بيعترف بكرامات الاولياء، مع انه يعني كرامات الاولياء يعني نزلت في القران الكريم. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تمام؟ دي كرامه، فاكهه الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف، طيب دي ما كرامه؟ طيب، وكثير من الاولياء دعاهم مستجاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاه والسلام وصاه، قال له حتلقى واحد من التابعين اسمه أويس الغرني، وأويس الغرني ده قال له أدعوه إنه يستغفر ليك يعني. فطيب ده كلام من السنة يعني، فيعني كيف أنت تنكر يعني كرامات الأولياء؟ طيب، كرامات الأولياء الثابتة بالكتاب والسنة ما في مسلم ينكرها، وهي زي ما ذكرت يا أستاذ الآية اللي جبتها دليل كما قال ابن كثير، وكذلك هذا الحديث في صحيح مسلم، وده ما يدخل في البدع والضلالات والخزعبلات التي يأتي بها الصوفية. يعني مثلا في كتاب عبد الرحيم البرعي، كتاب رياض الجنة ونور الدجنة، وأنا عندي منه طبعتين، يعني عنده الأولياء يتصرفون في الكون، والأولياء يعني بيعلموا الغيب إلى آخر، كما جاء صفحة 297 من هذا الكتاب، والكتاب موثق فوقه يعني صورة الشيخ إلى آخر. هنا الشيخ صفحة 297 بيتكلم عن الأولياء، يقول قوماك نزاور، الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال. في كرامات مريم عليها السلام، أو ما جاء في كرامات الأمة الإسلامية. ولذلك يعني الصوفية الآن عندهم من الباطل والبدع اللي بيسموه كرامات. أيضا في كتاب طبقات وضيف الله، الكتاب الجبيل، في ترجمة الشيخ هنا
الشيخ حسن وتحسونة، يقول لك من كراماته أنه كان بيحيي الأموات كما ورد في هذا الكتاب صفحة 70. قال الفصل الثاني فصل كامل في أنه من كراماته قال إحياء الموتى، ودي ما ممكن تكون كرامة لأنه دي مما اختص الله عز وجل به، كما قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. والكفار الأوائل المشركين الأوائل كانوا مقرين أنه ما بيحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. هنا حسن وتحسون كما نقل والضيف الله يناقض صريح القرآن، قال أحيا بنت الريس في الخشاب، قال وأحيا عفيشة ولد بكر غرق في بحر الخشاب أيضا أحياه، قال وأحيا ولد المرقوبين رجال مراقيب عندهم خرجوا معه للقنيص عندهم فرد ولد لقوه مات جا شافه فقال لهم ما مات قم فقام وتمالت فيه الروح. وعنده غير ذلك كثير، وده كل أخواننا من الضلال والباطل، وهذا من يعني من المحاولة منهم أو نسميه إنه يعني محاولة للشيخ إنه يكون في منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، وعندهم من ذلك الشيء الكثير. طيب يا أستاذ عفوا أنا بختلف معك في حاجة، في إنه الناس اللي بتمسحوا بالقبب ويتبركوا بها ديل ناس جهال، والشيخ ما أمر واحد فيهم إنهم يتمرمغوا بالتراب ويمارسوا الجهل اللي أنت بتفتكره، وإنه مثلا الشيخ يدعو الناس إنهم يبوسوا ليه ودوا أبدا، ده عبارة عن احترام بيحترموه له احترامات معينة، ولكن هو يعني ما أمر زول إنه هو يقوم يلف ولا يطوف بالغبور ولا يتمرمق في التراب ولا كذا. ردك. طيب أيضا من كلام الصوفية كتاب الشيخ البرعي اللي اسمه رياض الجنة، ديوار رياض الجنة ونور الدجنة، صفحة 312 إلى 313، بيتكلم عن الأولياء أهل الوصال، فبديك جملة وصايا عشان تتعامل بها مع الشيخ. قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير كل له ذليل حقير، لا تمل أبدا لغير كل له قريب جار، له أخدم غير إيجار أو عاك من الكجار ومعاملة التجار، كن ثابت عنده لا تضحك عنده، في كربك أنده بتغيثك جنده، فهو بيدعوك إنك تستغيث بالشيخ وتنده في كربك، وهذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يعني موجود في كل الطرق، يعني لو أديتني الكتاب هنا كتاب فيوض البحور المتلاطمة في شرح الراتب المسمى بالأنوار المتراكمة صفحة 109، هنا أنا دار أوريك إنه الكلام ده ما بيفعله الجهال برامو، إنما ده بإعاز من شيوخ الطرق. هنا ده كتاب الختمية، قال أنا بحر أسرار أنا القطب لاحقة وحكمي جميع الأرض في طي قبضتي، حفظت فنون العلم في دون لحظة، أقل من لحظة قال يعني عرف فنون العلم كلها، وصرت فريد العصر عين الحقيقة، أرى العرش حقا في جلوسي دائما وما فوقه في كل وقت وساعة، شوف العرش والفوق له قال في كل وقت وساعة، قال ولو حل سري في الجبال أذابها، وده أنا ما عارف غايته الجبال اللي احنا شايفينها دي، ما ظنيته دي يقدر لها يا أستاذ حامد، قال وصيرها كالعهن تجري بسرعتي، مريدي لا تخشى من أمر تخافه إذا قلت يا حسن أتيت بسرعتي. فهنا قال وإن كنت في هم وغرب وكرب فنادني بيام الغني أنجيك من كل شدتي. فهم الذين يدعون هؤلاء الجهال إنه يتمسحوا بقبورهم، ونحن عندنا البركة وأي حاجة دايريننا بتلقوها. وهذه الوصية أيضا تجدها يا أستاذ هنا في كتاب عبد الرحيم البرعي، بيتكلم عن الشيخ شيخه اللي هو والده تقريبا أو الشيخ أحمد الطيب، صفحة 111 من كتاب رياض الجنة ونور الدجنة. ونحن نقول أن هذا الكتاب إنما هو وسيلة إلى الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى. صفحة 111 بيتكلم عن الشيخ أحمد الطيب البشير، قال إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب، إذا بايعت خشيت في طريقته طوالب تبقى ولي، وينظر في أم الكتاب، يعني أحمد الطيب البشير بينظر في اللوحة المحفوظ في أم الكتاب، ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب، الزول الحرامي إذا شافه كده بيتوب،
قال ومن زاره لله ثم أحبه بصدق له تاج الولاية يوهب يموت على حسن الختام مكرما سعيدا وذو الإنكار في الحال يعطب إلى أن يقول ألم ترى أن الله أيده بما يقوم. يعني ده كل كلام يوريك صفات أحمد الطيب التي هي في الحقيقة صفات للخالق سبحانه وتعالى وتنزه، عشان أنت تعتقد أنه الشيخ عنده الحاجات دي وتمشي له وتتبرك عنده وكذا. ودي كلها قالوها الشيوخ وكتبوها لهم. قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات، يعني المحلات دي تقوم مقام المعجزات ومعجزات الأنبياء لا يقاس عليها كما يقول الصوفية، وهذا من أعظم الباطل وهو سبيل من سبل الزنادقة. قال كإحيائه ميتا، دي نفس العقيدة ردينا عليها قبل، وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. الشيخ أحمد الطيب قال يعني جاب عبد المحمود نور الدين في أزهر الرياض إنه قال جاء واحد بعدين قال له أنا داير ولد وعندي بنات، وجاب له بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. الشيخ قال فمر يده عليها، كانت بنت يعني مر يده عليها فانقلبت ولدا ذكرا. هنا البرعي قال وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. ومن الضلالات قال ومن قال هذا قبر أحمد أولا فصاحبه في القبر ليس يعذب. يعني أنا اسمي فلان مت وسماني على هذه الطريقة السمانية، لما يجي يحفروا قبري يقولوا هذا أنا اسمي شهاب، يقولوا ده قبر أحمد الطيب البشير. قال الملكين ما بيجوا يعذبوني. هذا الكلام الباطل وهذا الكلام الفارق يؤصل له شيوخ الصوفية، وهذا ليه ده عبد الرحيم البرعي ده صورته في الكتاب لما كان شاب، وأرقام الإيداع وتطبع طبعات جديدة، دار الأصباط للإنتاج ودار ومكتبة الهلال بيروت وبيت الثقافة الخرطوم إلى آخر. فده كله من الباطل. أستاذ شهاب نحن كل الكتب اللي أنت ذكرتها أكيد حنراجعها، ولو كلامك ده صادق أكيد نحن دي دعوة لأنه الناس يعني ترجع للكتب والمراجع اللي أنت ذكرتها. ولكن قبل نهاية هذه الجولة، وأنا بقول إن هي عبارة عن جولات حتكون معك إن شاء الله، هي رحلة حق، يعني أتمنى إنك ما تزعل ما تنفعل، لأنه أصلا نحن غرضنا إنه إحنا نوصل معلومة حقيقية مؤصلة للناس بشكل واقعي. أنت بتقول إنه الصوفية يعني بيستخدموا مثلا أشياء غير يعني منطقية. طيب نحن نعرف الصفات الحقيقية في الولي كيف يعني، وهل ما في أولياء في الدنيا دي يعني، ولا القصة شنو يعني؟ طيب للإجابة على السؤال ده أخوانا، ربنا في سورة يونس قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بيّن صفته في الآية البعدية طوالي. ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، اتصفوا بصفتين، صفة الإيمان وصفة التقوى. أي ذو المؤمن وتقي ده ولي لله، ما لازم يعمل طريقة ويكون عنده قبة إذا مات ابنوها عليه ويكون عنده أوراد ونوبات وكشاكيش وكذا، ده ما قاله أحد من الناس. أولياء الله يعرفون بسلامة العقيدة وبخوفهم من الله سبحانه وتعالى وببعدهم عن الفواحش ومواطن الفتن، ويعرفون يعني أمر الناس بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ما زي الليلة عندنا أولياء يقول لك عصاة تشرب الدكاي مع الصديق سديد الرأي، يقول لك الأولياء بتاعنا ديل بيشربوا المريسة ويوم القيامة بيخشوا الجنة مع أبو بكر الصديق، مع إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أستاذ يعني قال يا ليتني كنت شعر في صدر أبي بكر. يعني شوف السلف والصحابة، مع إنه عمر رضي الله عنه من أهل الجنة بيتمنى أن يكون شعر في صدر أبي بكر، لأنه أبو بكر مكانته عالية. شوف الاستهتار بتاع الصوفية، يقول لك ناس بيشربوا المريسة واو إلى آخر، يوم القيامة يحشروا مع أبو بكر الصديق. وهذا الكلام أصل له البرعي في كتابه رياض الجنة، يعني يمكن يكون غالب ضلال الصوفية في السودان أصل له عبد الرحيم وقي الله البرعي في 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 في, في المسائل بتاعت إنه الأولياء بتاعنا ممكن يعصوا الله وما تسألهم وكده. في الصفحة رقم 111 طيب أو 138، صفحة رقم 138. هنا الشيخ بيتكلم عن صفات للأولياء، إنه الشيخ الولي ده قد يكون يعني واقع في منكرات وكده، ودي برضو تعتبر له كرامة، ده 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 شيء مخالف ليه. قام هنا قال، هنا أنت ممكن تتابع معي، قال ورووا حديثا صح عن مختارهم من غير واسطة البخاري ومسلم، إلى أن قال وإذا بدا لك منكر ألفيته في قولهم أو فعلهم لمحرم. يعني لو شفت الشيخ ده بيعمل أو يقول شيء محرم
قال أول بفقه ما تشابه منهم تأويل خير مؤول ومترجم. وطبعا يا أخوانا التأويل لا يكون إلا في كلام معصوم، كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال يجدون لمس الأجنبية عندهم إن صافحت يدهم كذات المحرم. يعني الشيخ يعصي الله ويخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في مراسي خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. الشيخ يمس المرأة الأجنبية التي هي عليه حرام أن يمسها ويجوز له أن يتزوجها، وده يقول لك في الظاهر هو خالف لكن في الباطن ما خالف. وبدأ يأصل للموضوع ده، قال لم يستطع موسى الكليم لخضره صبرا عليه فكيف بالمتعلم. قام حكى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، وقال يعني موسى عليه السلام ما صبر، مع أنه موسى عليه السلام من أولي العزم الخمسة من الرسل، قتل قدام الغلام وخرقت السفينة وبنى الجدار، وهذه أمور في ظاهرها مخالفة للشرع، لكن موسى عليه السلام لما اعترض عليه وما صبر عليه تفارق. هذا الكلام يعني هو بيستدل به ويقول لك انت لو شفت الشيوخ ما تتكلم بالشرع الظاهر، لانه عندهم مثل باطل يقول لك يضع سره في اضعف خلقه. هذا الكلام باطل. لماذا؟ لانه العلماء قالوا موسى عليه السلام نبي ورسول، والخضر عليه السلام رسول، ولذلك الاشياء التي فعلها الخضر عليه السلام هذه في شريعته، ولم يؤمر موسى باتباعه. عشان كده الخضر قال لموسى إني على علم من علم الله علمكه الله لا تعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا أعلمه. فكل واحد منهم كان عنده رسالة معينة ما أمر باتباع الثاني. عشان كده العلماء قالوا الزول الدار يستدل بالقصة دي يلزم ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. في زول بيقدر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كده، ده يكون كفر بالله والعياذ بالله. أستاذ شهاب خلاص نحن يعني حلقتنا انتهت، ما حنديك فرصة هسي. حقيقة كلامك ده قابل للمراجعة، ودي دعوة مننا للمشاهدين عشان يتبصروا، لأن انت بتقول في كلام خطير جدا الناس تشاهدوا عبر الكتب اللي انت ذكرتها ويراجعوا الفيديو تاني من جديد. ولكن حيكون لنا معاك محطات تانية وحواراتنا الساخنة معاك ما حتخلص، بس وسع صدرك. مشاهدينا الأكارم، حتى جديد اللقاء، السلام عليكم.